طب لو حد زي حالاتي كده نحيف وحابب يزيد، يبقى ايه الفيتامين اللي مثلا يبقى مكمل معاه البناء بقى عكس الحرق؟ تمام. في ناس تتخيل ان الحد نحيف زيك ما عندوش فيتامينز كفايه، مش حقيقه. ممكن تكون انت نحيف وكل جسمك فيه فيتامينز كفايه الحمد كويسه لله جدا، يا بس رب. حرقك عالي شويه. بس كمان زي نفس الفكره، الحاجات اللي تعلي ميتابوليزم زي فيتامين بي وفيتامين سي، دول مهمين جدا للناس اللي عايزه تعلي وزنها. حلو. المالتي فيتامين عامه الصبح بيعلي الشهيه فيخليك تاكل اكتر، فالمالتي فيتامين مفيد ليك جدا. طب السؤال متكرر بالنسبة للبنات، الفيتامينز اللي بتبقى مفيدة لبشرتهم وشعرهم، حاجات معينة، هل الحاجات دي في أصلا فعالة فعالة ولا أي جدا، كلام يا هما في الاخر فيتامينز، يعني فيتامين زي فيتامين ايه مهم جدا للشعر والبشره والحاجات دي، فهم بيحطوا فيتامين ايه، حاجات زي المغنيسيوم مفيده، فهم بيحطوا الفيتامينز يعني المفيده مفيدة مش دعاية بس؟ ويزود. لا مش دعايه بس، حتى لو خدوا مالتي فيتامين عادي خالص هيفيد، بس دايما بقول نحاول ناخد اغلبيه الحاجات اللي محتاجينها من الاكل. خلينا نزود الخضار بتاعنا شويه، خلينا نزود المكسرات في اليوم، خلينا نزود الشوكولاته الغامقه، البروتين في اليوم. مش لازم كل الاكل بتاعنا كشري وفول وكده، حلو وكل حاجه، بس لازم الحاجات التانيه اللي بننساها في اكلنا نحاول نحطها كتير. حلو جدا. طيب هل في سن معين اقدر ابدا فيه اخد فيتامين ولا اي سن عادي واي وقت؟ المفروض ان الناس الصغيره مش محتاجين، بس زي نفس الفكره، سوء تغذيه من الاطفال ومن الكبار في مصر وفي العالم كله منتشر جدا. طريقه الاكل السريعه دلوقتي، الاكل كله من الشارع والاكل كله سندوتشات، فمحدش بياخد كفايته من الفيتامينز. حتى الاطفال بياخدوا دلوقتي مكملات غذائيه على شكل حلويات، شكل بونبوني او جامي بيرز او كده، بيضحكوا عليهم. بالظبط، عشان يقدروا ياكلوها او يقدروا ياخدوا الحباسه، بالنسبه لهم مش حاجه حلوه، او مش هيقدروا ياخدوا حقن. بس الفيتامينز مهمه لكل الاعمار، حتى الاطفال ممكن ياخدوها، الكبار بياخدوها، عشان كمان لما سننا بيكبر امتصاص الاكل بيقل معانا، فحتى الكبار بياخدوها اكتر من الصغيرين كمان. طب ايه الحاجات اللي تساعدنا او تساعد جسمنا على امتصاص الفيتامينز بشكل كويس عشان نبقى بناخدها صح؟ بص، المهم في اليوم ان انا اشرب ميه كفايه قوي، اخد اكلي الخضار بشكل كويس جدا جدا. في حاجات بتقلل امتصاص زي مثلا الحديد، الشاي بيقلل امتصاص الحديد، فحاجات زي دي ناخدها بشكل معين. في فيتامينز بتخش مع بعضها، فلازم نركز بس انا باخد ايه امتى وباخدش امتى. بس اجين، لو انا باخد خضار وباخد حاجات من مصدر طبيعي، جسمي هيمتص كل حاجه. لو خدت الحاجات عن طريق مكمل غذائي، الجسم حسب انا واخد ايه عن مكمل غذائي، ده اللي هيأثر على امتصاص الاكل.